بعد فترة شهدت هدوءا في العلاقات بين دول البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعدما بدأت عمليات التنقيب على الغاز الطبيعي بشكل مكثف من مختلف الدول في سواحلها ومياهها الإقليمية. خرجت اليوم الحكومة التركية بقرار عاجل قد يتسبب في أزمة بين دول البحر المتوسط. وأشارت المصادر الرسمية في تركيا بأنها قد أطلقت اليوم أول سفينة من أجل التنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط في الساعات المقبلة، وذلك في ظل قيام كل من اليونان وقبرص ومصر للتنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط أيضا. وكانت مصادر تركيا قد أشارت بأن تركيا لديها تصميم على التنقيب في المياه الإقليمية التابعة لها في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة بأن هذا القرار نهائي ولا يمكن الرجوع عنه. وكانت تركيا قد أشارت في وقت سابق من هذا الشهر بأن أي محاولة للاقتراب من سفنها التي تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط سوف يكون له رد قوي من جانب الحكومة التركية، والتي أشارت بأنها مستعدة للرد على أي هجوم قد تتعرض له السفن التابعة لها. ويذكر بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد أطلق تصريحات في الساعات الماضية، وأكد خلالها بأن بلاده لن تسمح بضياع حقها في البحث والتنقيب عن الغاز في مياه المتوسط، مشيرا إلى كون بلاده قد أطلقت سفينة من أجل التنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق البحر المتوسط خلال الساعة الماضية. وكانت تركيا قد قامت من قبل بمهاجمة بعض السفن التي تقوم بالتنقيب عن الغاز في سواحل البحر المتوسط، وأكدت بأنها مستعدة لتحريك أسطولها البحري من أجل الحفاظ على حقوق أنقرة في مياهها الإقليمية. وأشارت الصحف المصرية بأن الحكومة المصرية رفضت التعليق أو الرد على القرار التركي الأخير، وهو الأمر نفسه بالنسبة لحكومة قبرص واليونان والتي تربطها علاقات صداقة وشراكة قوية مع مصر في الوقت الحالي، خاصة فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز الطبيعي. وذكرت مصادر مقربة من الحكومة المصرية بأنها لن تعلق على القرار التركي وسوف تستمر في الحفاظ على حقوقها في التنقيب عن الغاز الطبيعي داخل المياه الإقليمية المصرية.